ترأست سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عمل الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الاجتماع أشاد الوزراء بالقرارات المباركة الموجهة من قبل قادة دول مجلس التعاون لدعم القطاع الصحي وقدرته على مواجهة جائحة كورونا والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك. لأن صحة القاطنين في مجتمعاتها تقع على رأس أولويات اهتمام وعناية الحكومات الخليجية، ومن باب التأكيد على تمام رؤى التكامل والترابط في تسوية القضايا والمواضيع الهامة المشتركة في شتى الميادين والمجالات وتحديدا في المجال الصحي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، حل حضوريا الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وفي جعبته وفير من الأهداف التي تتمحور بمجملها حول الارتقاء أكثر بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول المجلس. ونحن اليوم في هذا اللقاء الطيب نواصل مشوار التعاون والتباحث والتوافق حول أهم المستجدات والموضوعات والمشاريع المتعلقة بالشأن الصحي والتي تحظى باهتمام عال ومشترك من قبل قياداتنا الحكيمة، ومن أجل تجسيد مفهوم الشراكة الحقيقية على مستوى التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية، خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا وانعكاساتها الكبيرة على المنطقة والعالم. ومن بعد النجاح الذي حققته دول مجلس التعاون في التصدي لجائحة كورونا والتشاركية في محاربتها، كان لابد وأن تستعرض الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية خلال الاجتماع صورا من تجاربها المتميزة في التعامل مع الوباء من خلال سياساتها الوقائية التي أسهمت في تدارك خطورة الوضع الوبائي فيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من شبح الإصابة بالفيروس وبأعداد لا يمكن احتوائها. إن اجتماعكم اليوم يرسل رسالة بأن الحياة يجب أن تستمر وأن العمل يجب أن يستمر، ولكن ذلك يجب أن لا يكون على حساب الإجراءات الاحترازية والحرص على اتباعه، خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي لا زال العالم يواجه فيها تبعات جائحة كورونا. ولعلي باسمكم جميعا أنتهز هذه الفرصة من المنامة اللي أرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو ولي عهده الأمير رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى حكومة مملكة البحرين وشعب البحرين العزيز على كل ما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة، وما تلقته الأمانة العامة من دعم ومساندة خلال فترة ترأس مملكة البحرين لأعمال الدورة الحالية. أعمال هذا الاجتماع بدت زاخرة بالمحاور الهامة الموضوعة على طاولته المستديرة، والتي نادت بحتمية مواكبة مجمل التغييرات في مفاهيم الرعاية الصحية المقدمة وتكاليفها، وحتى في الآليات والطرق المتبعة في الوقاية والتشخيص والعلاج، فضلا عن الاستفادة الشاملة من التقنيات الصحية والطبية الحديثة التي يمكن اعتبارها من الأدوات الواعدة للارتقاء المستمر بعيش الأفراد والجماعات، لتكون منطقة الخليج في المقدمة بين مناطق العالم من حيث مستويات الرعاية الصحية، لتعزيز الفهم العميق للارتباط القوي بين صحة الفرد والمجتمع من جانب ونوعية الحياة فيه من جانب آخر. اجتماع البحرين يأتي امتداداً لما تحقق خلال الاجتماعات الصحية الماضية لوزراء الصحة في دول الخليج العربي، وذلك لمواصلة ما تم إنجازه وما يراد إتمامه من تنمية بشرية وصحية ناجحة، والإبقاء على الجهود الخليجية كافة لرفع مستوى الرعاية الصحية المتطورة المقدمة للفرد وللمجتمع وفق أعلى المعايير العالمية المرموقة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.